نرجع من عيد ونرجع منكرر انه اسباب الحوادث اللي عم بتكون يا عم بتكون تلهي يا عم بتكون سرعة يا يعني اعطال ميكانيكية وطرقات مش ظابطة. فبما انه كلنا بنعرف انه طرقاتنا مش مش ولا ظابطة. البد ومش ظابطة والجوار وكل المعوقات الموجودة بالبنى التحتية، فلازم ننتبه ونتروى، لان يعني امور بايدنا نعملها صح. لنشوف اليوم حركة السير كيف، يعني كيف وضعها والأرقام اللي تسجلت نتيجة الحوادث إضافة لمحاضر الضبط. بينضم لألنا من غرفة التحكم المروري المعاون أول بقوى الأمن الداخلي ميلاد عزيز. صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين، يعطيكم العافية. ميرسي، وأنت تفضل. كمان. بالمبدأ بلش يصير في عنا حركة سير، وخصوصي محل تواجد المحطات بسبب توافد المواطنين عليها. نبدأ بالمدخل الشمالي للعاصمة، عنا حركة سير كثيفة بين تبرجة والكازينو، وأيضا بتكمل طبيعية، بترجع بتصير في عنا حركة كثيفة من النقاش باتجاه نهر الموت الضارة، أيضا بسبب توافد المواطنين على محطات البنزين. المدخل الجنوبي بهالاثناء عم يسجل حركه كثيفه على مثلث خلدي باتجاه الانفاق بيروت، وايضا باتجاه مفارق بشمون عرمون. المدخل الشرقي حركه كثيفه صباحيه دون عوائق تمتد من الكحاله عريه وصولا للحزميه الصياد، مع تواجد المواطنين على محطات البنزين من دون عجقه سير قويه كثير. يعني طريق نهر البيضر بهالاثناء هو ترشيش سلكين لجميع السيارات. داخل بيروت عندنا حركه كثيفه جدا بالحدث الكفاءات بسبب توافد المواطنين الى المعاينه الميكانيكيه، وعندنا حركه كثيفه صباحيه على كورنيش المزرعه، الكولا، سليم سليم، الحمراء وفردان. هذا بالنسبه لحركه السير. اما بالنسبه للحوادث اللي تسجلت بال 24 ساعه الماضيه، اربع حوادث ناتج عنهم للاسف اربع جرحى. مخالفات السرعة الزايدة الرادار 520 مخالفة سرعة زايدة بال 24 ساعة. خطنا الساخن بتصرف المواطنين 17-20 على مدار ال 24 ساعة. هذا كان كل شيء حتى الساعة. شكرا لك المعاون أول بقوى الأمن الداخلي ميلاد عزيز من غرفة التحكم المروري ولكل العاملين في هذه الغرفة.